مرحبا. مرحبا عيني، تفضل. عندنا تفتيش عيني الهويات رجاءا. شو يسوون بالهوية عيني؟ هالي كل العالم يعرفوني، هالي نعمان المصارع العالمي الأوروبي، وهاي هويتي باوع. شوف حجي نعمان، شوف باوع زين، تفضل. طبعا عيني. طبعا. افتح الصندوق بلا زحمة. ايه على راسي، تفضل هسه افتحها. يلا روح. تفضل. شنو هاي؟ هذا دم مو؟ ها لا دم شنو عيني؟ هاي مرتي مسويه مربى، هاي مربى مرتي مسويه مربى مخليتها بالجنطه لان احنا رايحين سياحه. افتح الجنطه افتح. ايه ايه هسه افتحها. اخوي شنو هذا؟ صفية هاي الجثة مال من؟ احنا بالطريق اخذنا ويانا بنية، اكيد هاي الجنطة مالتها. ايه وين نزلت هالبنية؟ تقريبا قبل كيلو وين ورا شارع الغابات. زين شلون كانت مواصفاتها؟ كلش حلوة كانت، كانت لابسة النورة قصيرة ورجليها تفوق. هسا احجي اشوف. باع سيدي صدقني احلف لك أنا ما قتلت الرجال المرحوم اللي بالجنطة. أنا لو أريد أقتل أحد أقتل مرتي صفية اللي معذبتني صار لها أكثر من 20 سنة، لأن هي الوحيدة اللي تستحق القتل. يعني الرجال اللي بالجنطة مو أنا اللي قاتله. عيني أنت تقول ما قتلته بس طلع هذا الطبر بالتاكسي مالتك. إي صح هذا الطبر مالتي. باع عيني أنا بنتي عندها صديق اسمه أوبيانا يعني التيس الأسود. مرات يتشوفون وانا مخلي هذا الطبر بالسيارة حتى اخوف التيس الاسود بيه، واصلا انا ما اضربه يعني التيس الاسود ولا هذه ولا استخدمه يعني بس اخوفه وبس هاي هي. سيدي انا رجلي مريض اعصاب، الله يعلم منو قتل وخلاه بالجنطة. احكي نعمان منو قتلت؟ احكي لا تخاف. صفية أنا لحد الآن ما قتلت أحد، بس بعد شوية راح أقتلك أنت أنتي، والله وبالله أقتلك. تمام اهدوا لا تنسون أنتم مركز شرطة. إيه عيني مثل ما قلت لك، أحلف لك هاي الجنطة مال البنية أم التنورة القصيرة، مو مالتنا يعني، جنطة أم التنورة، البنية أم رجال الحلوة. الله يشيلك نعمان، بس شفت هاي أم تنورة قصيرة ورجلين بيض عقلك طار مو؟ شلتها ويانا. وفوتتنا بمصيبة راح ننام بالسجون بلا سبب من وراك. ولك أنا راح أقتلك صفية حتى ما انسجن ببلاش، حتى استحق السجن. أنا صعدت البنية ويانا على مود رجليها الحلوة، لك أنا سويت زينية بس ساعدتها على مود هذا. سيدي لقينا البنية المشتبه بها. هي هاي أم رجليها الحلوات، هي صاحبة الجنطة سيدي. راح نتف شعرك، أوقفي لي أنا علمك. من وراك كان فتنا إيه؟ سيدي البنية اعترفت بكل شيء، هي كانت لحبيبها وماخذة الجنطة بالغلط من التاكسي. تمام عيني ودوها للسجن. جيب جنطتي. شفت سيدي احنا ما نقتل احد، احنا ابرياء، بس يلا بالمستقبل يجوز اجي لان راح اقتل صفية. يلا يلا من رخصتك احنا نروح. يلا في مال لا. تمام تمام عيني تقدرون تروح. بس من رخصتك سيدي اقدر اخذ الطبر مالتي وياي؟ لا تلزم الطبر، ترى انت هم خليك بالسجن. ها ها يلا العاد هذا هديتي لكم، ما اعرف شو تسوون بيه، تقطعون اشجار بكيفكم، شو تسوون بيه سووا يعني ما اعرف. يلا في مال له.